كنا بالقلقية وبتذكر كنت أنا وبيضال. بدي أقول شغلة كتير مهمة للناس يعني اللي عم تشوفنا. ذكرى وفاته ما صار لزمان، كنتوا أنتوا على السوشيال ميديا حاطين. طبعاً نعم. طبعاً ذكرى وفاته ذكرى ميلاده. أنا إن شاء الله طول ما فيني حياة أنا الناس اللي بحبها بدي ضل أتذكرها الوفاء لأنه شيء كتير مهم. بس في شغلة كتير مهمة لأنه هلأ ممكن الناس تعلق على السوشيال ميديا بتعرف أنه يليك كيف كان من خارة، يليك كيف كانت نحيفة. أوكي أنا ما أنا هذا الماضي هو اللي وصلني لهون. أنا كتير بعتز بشكلي قبل وبعد. أنا بعتبر حالي ما تغيرت، أنا تطورت، تطورت مع الزمان، الزمن تغير. إذا كل واحد هلأ بيفتح ألبوم صور وبيلاقي ملاوي، شفت كيف كان خنفوس؟ فإنه كلياتنا إن شاء الله نكون تطورنا ما تغيرنا. أنت وين لقيتي؟